تعال نشوف جهود القيادة السياسية في ملف الصناعة ومبادرة ابدأ بالتحديد، وازاي ربطت ما بين المدارس الفنية وسوق العمل. خلينا ناخد معانا على التليفون المهندس احمد حافظ، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية. اهلا بك يا باشمهندس احمد. اهلا وسهلا يا استاذ يوسف، عامل ايه؟ كله تمام؟ كل زي الفل بقى. احنا بالقطع كلنا نهتم بتطوير الصناعة، ويمكن الرئيس امبارح كان بيتكلم على الصناعة والصادرات وتحدث عن ارقام واقعية وقال انا عايز ارقام شديدة الوضوح. لما بنتكلم على تصدير بقيمة 35 مليار دولار، طيب اذا كان المكون الاجنبي فيهم بقيمة 30 مليار، يبقى انا عمليا صدرت بخمسة مليار. ومن ثم الرئيس هنا شجع على مسألة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لأنه دي اللي هتبقى الصناعات المغذية للصناعات الكبرى، وبالتالي أستغنى قدر الاستطاعة عن الاستيراد وأعمل حالة من حالات الاكتفاء في السوق المحلي. هنعمل إيه في إطار هذه الرؤية اللي ما أظنهاش شديدة الصعوبة ولكن قدامها تحديات كتير؟ طيب، مليون في المية. خليني أحيي حضرتك على الطريقة اللي وضعت بيها الأطروحة دي. الله يخليك. طبعا سيادة الرئيس لما اتكلم امبارح على 35 مليار دولار، منهم 30 مليار أصلا بيخشوا في عمليات الإنتاج، يعني دولار خارج. احنا بنتكلم هنا على تعظيم الانتلكشوال بروبرتي اللي بتخش، أو الفاليو بروبوزيشن للاقتصاد المصري بشكل عام. يعني إيه القيمة المضافة اللي الاقتصاد المصري بيقدر يعملها في المنتج من الرو ماتيريال اللي بيجي للعمليه التصنيعيه اللي بتحصل، اذا كان بقى انجينيرنج سوليوشن بيحصل له ديفلوبمنت، او اذا كان منتج جديد بيطلع من السوق المصري بينافس على اي من الاصعده. طبعا اللي احنا بنتكلم عنه ان احنا عندنا فجوه كبيره جدا، يعني عجز في الميزان التجاري. احنا عايزين نكون البروبرتيز بتاعت الاقتصاد بتاعنا تكون فليكسبل ريزيلينت، وتكون قادره تعمل اوتبوت حقيقي اكتر من ان احنا بس بنتسيب بنعمل اديشن مراحل صناعيه هي حقيقي ملهاش دبس. احنا هدفنا ان احنا نعمق الصناعه ونعظم الاستفاده من المميزات اللي موجوده في الاقتصاد المصري. حلو. طبعا زي ما حضرتك اتكلمت ان احنا بنعمل دلوقتي مدارس، يمكن دي من الحاجات اللي احنا طرحينها. وطبعا انا هكون سعيد جدا ان انا اتكلم مع حضرتك كيفما نشاء على الموضوع ده، بس خليني الاول نجوز كده هي ايه مبادره ابدأ، برضه عشان الساده المشاهدين يكون عندهم علم. مبادره ابدأ هي مبادره رئاسيه النهارده بتتم سنه من تدشينها بتكليف من سياده الرئيس ان احنا نشتغل على تطوير القطاع الصناعي في مصر على كل المشكلات. احنا حددنا ثلاث اوجه اساسيه نقدر نساعد بيها او تقدر تكون اليات العمل بتاعتنا في شغلنا على تطوير الصناعه. اول محور هو محور المشروعات الكبرى دي، احنا فيها بنستهدف ان احنا نعمل زي توأمه مع رجال الاعمال والمستثمرين الكبار في مصر، ونعمل نخلق مساحه للمشاريع الكبيره اللي بتكون بتستورد منتجات معينه من بره. اوريدي الفاتوره دي نقدر نعمل بيها مصنع داخلي ونوطن الصناعه دي في مصر، بدل ما انا بستورد وغيري بيستورد نفس الحاجه تقريبا. فاحنا لاول مره مبادره ابدا نجحت ان هي تقعد كومبيتيتورز في السوق ان هم يقعدوا يعملوا حاجه تعظم فعلا استفاده القطاع واستفاده الصناعه في مصر بشكل عام. ده المشروعات الكبرى. تاني حاجه ويمكن ده اللي ليه علاقه اكثر بالمدارس هو محور البحث والتطوير والتدريب. احنا هدفنا من ضمن المشاكل اللي احنا بعد الدراسه طويله للسوق، لان احنا بدانا على شغل على الموضوع ده تقريبا من 2018، الارقام كانت بتقول ان احنا دايما عندنا مشكله في العامل الفني. احنا مصر ممكن يكون عندها الطموح والاراده السياسيه ان هي تعمل ثوره صناعيه جديده على ارض مصر، ولكن مين اللي بيقوم بالثوره دي اذا هم كانوش ابنائنا اللي بيشتغلوا في كل مصنع وفي كل مجال من المجالات الاستراتيجيه مصر ناويه تخش فيها بقوه. فكان الرؤيه الاستراتيجيه هي ان احنا نعمل مدارس قادره ان هي تطلع كادر فني مؤهل جدا جدا، وطبعا ده ما بنعملوش لوحدنا، بنعمله مع اتحاد الصناعات وممثلا عن الصناعه بشكل عام في مصر وعن القطاع الخاص، لان احنا مش هدفنا ان احنا نعمل مدرسه زي باقي المدارس. احنا هدفنا ان احنا نكون الابجريد، ان احنا بنبدا من المشكله نشوف الصناعه ذات نفسها عايزه ايه، لحد
لما نقدر مع بشراكه مع المؤسسات الاكاديميه ان احنا نقدر نعمل المناهج اللي تسد الفجوات دي وتطلع الخريج المؤهل ان هو يحل مشاكل الصناعه النهارده. ودايما في حاله من التطوير المستمر وان احنا ناخد فيدباك على الولاد وان الولاد دايما يكونوا بيتدربوا في احسن الاماكن ويكون عندهم اكسس للريل ديتا بتاعه الصناعه وان هم دايما يكونوا ابديتد. احنا يمكن من امبارح لحد النهارده شركائنا الصناعيين بيزيدوا يوم بعد يوم والحمد لله الناس متحمسه للولاد. واحنا كمان كابدا احنا اخترنا التخصصين بنبص للموضوع اكثر بشكل استراتيجي اوفرلاين كده. طيب هل مكان مصر ممكن يتغير في وقت من الاوقات؟ لا طبعا. فمصر عندها اوبورتيونيتي كبيره جدا في ناحيه المواني واللوجيستكس والخدمات اللوجستيه. وطبعا شفنا توجه الرئيس من توجه الدوله كلها في الجمهوريه الجديده انها تكون مركز لوجستي واقليمي. طبعا مع قناه السويس الجديده ومع كميه المشاريع اللي بتتعمل اخترنا مدينه دمياط لانها فيها اكبر من لوجستي في الشرق الاوسط ان احنا نعمل مدرسه فنيه لتعليم السبلاي تشين واللوجيستكس لاول مره. هدف الخريج اللي هيكون كمان معتمد من اوروبا من بيرسون البريطانيه ان هو يكون قادر ان هو يقود التغيير اللي مصر ناويه تعمله ده. لان احنا تاني العنصر البشري هو اللي هيقوم بالثوره اللي احنا بنطمح ليها كلنا. على الناحيه الثانيه عندنا مدرسه الاي اي في بدر. مدرسه الاي اي في بدر الولاد هيتعلموا فيها اندستريال اوتوميشن. ازاي بقى انا لو فعلا انا دوله ناويه اقود ثوره صناعيه داخليا ويكون عندي سياده على كل على العمليه التصنيعيه ويكون عندي اوتبوت كبير اقدر اعظم منه الاستفاده واقلل العجز في الميزان التجاري، لازم الولاد يكونوا ابديتد باحدث حاجه في السوق. وزي ما حضرتك عارف الاي اي دلوقتي دخل في كل الصناعات ودخل في كل الانشطه وكل حاجه تقريبا. اشكرك جدا ايجنتس للاوتوميشن بشكل عام. ان انا دلوقتي انا لو عندي مصنع وانا عايز اطوره والولاد دي خليني اقول ان التجربه هي سيلكتيف جدا. احنا بنعمل بايلوت بنسبه عايزين نسبه نجاح التجربه وبعد كده ان شاء الله ناويين نعممها. مصر يمكن فيها 1300 مدرسه تعليم فني وزي ما الرئيس كمان اوصلنا الحمد لله ان احنا نكبر السكيل وبقى على الموضوع كل الناس شافت قد ايه الدعم ان التغيير بيبدا من التعليم. صحيح التغيير يبدا من التعليم، صحيح 100%. انا بشكرك جدا مهندس احمد حافظ عضو المبادره الوطنيه لتطوير الصناعه المصريه.